إذن ننتقل إلى رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، نقرأ معه كثير من التفاصيل. أهلا وسهلا بك معنا رائد، والله يسعد أوقاتك. دعنا نتحدث عن الدولار الذي جاءت بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة التي جاءت أفضل من المتوقع، داعمة أيضا للدولار من جديد وساعدت في ارتفاعاته، وترك الدولار التحليق في علو منخفض منذ فترة. سؤالي، إلى أي مدى هو مرشح الاستمرار بهذا الارتفاع في هذا الأسبوع، وما هي المؤثرات المستقبلية رائد؟ طبعا يعني احنا بالبيانات اللي صدرت يوم الجمعه، طيب يعني الفيدرال الامريكي يؤكد ان قراره المستند على صحه سوق العمل ب يعني عمليه تجديد السياسه النقديه، وان التضخم سوف يتراجع تدريجيا، وان الاقتصاد الامريكي لن يدخل بركود. كل ذلك يلخصه اداء قوي جدا، ويعني ضعف التوقعات أضافها الاقتصاد الأمريكي كوظائف جديدة فوق 525 ألف وظيفة، 528 ألف وظيفة. هذا يعتبر مع بقاء يعني معدلات البطالة عند 3.5%، وهي يعني الأدنى منذ يعني سبعينيات العام الماضي. نحن بطريقة غير مباشرة عم نحكي إنه الاقتصاد الأمريكي قوي، يضيف وظائف جديدة، هناك نمو في الأجور وصل على المستوى السنوي أو قراءته السنوية منذ عام حتى الآن year to date طلعت تقريبا عند 5.2% كنمو. الآمال الفيدرالي بأن التضخم سوف يتراجع، نحن ننتظر هذه البيانات اليوم. بالنسبة للدولار الأمريكي فيعني يحاول يترجم مسبقا مزيد من الرفعات أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي، يعني بنتيجة الأداء الجيد لسوق العمل، أنه راح يكون في عنا مزيد من النمو، عفوا مزيد من الرفع في أسعار الفائدة. ولكن ما ننسى أن رفعات أسعار الفائدة ستضغط بشكل كبير على النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه، وسوف يكون هناك كذلك الأمر ضغط على أداء الشركات بشكل عام. اللي ساعد طيب أنه في عندنا كان إيرنينجز، وكان في عندنا أداء طيب وجيد خلينا نقول في الأسواق الأمريكية، أضاف إلى ذلك سوق عمل إيجابي، فنوعا ما بقيت الأسواق دون انهيارات أو حدة في الانهيارات. لكن لو كان الموعد هذا البيانات الإيجابية يعني نوعا ما يعني ساهم بأن يكون في عندنا نظرة إيجابية لأداء الدولار الأمريكي في الفترة الحالية، وللأسبوع القادم ممكن نشوفه عند 107. نعم رائد، بما أن تحدثنا عن هذه البيانات الإيجابية، لكن كيف سيكون وقع هذه البيانات الإيجابية، وخاصة أننا هذا الأسبوع عم نتابع بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وكيف سيكون تأثيرها أيضا على تحركات المعدن الأصفر؟ يعني المعدن الأصفر واجه نوع من خلينا نقول عدم الوضوح في الاتجاه، ونحن عم نشوف انه ضيق تدريجي في يعني نطاق التداول الذي تتحرك فيه اسعار الذهب. نحن في منطقة محورية فاصلة بالنسبة للمستثمرين، هل سوف يكون هناك مستويات 1900 ولا 2000 دولار، ام سوف نعود مرة اخرى الى مستويات ادنى من ذلك؟ حقيقة انا ميال اكثر الى انه الذهب لا يزال هو يعني ملاذ مهم جدا بالنسبة لمستويات التضخم، وأن التضخم حتى وإن تراجع خلال تعاملات هذا الأسبوع بالقراءة المنتظرة يوم الأربعاء أنه يظهر عندي انخفاض في مستويات التضخم دون 9%، يعني مثل التوقعات تشير إلى 8.6%، حتى وإن جاءت القراءة بهذا الشكل أعتقد التضخم يعني لن يرجع بسهولة أو يتنازل بسهولة عن الذروة، وإنما سوف يبقى مقلق بعض الشيء في الفترة القادمة، ويحتاج ملاذا آمنا كالذهب اللي ممكن يزور مستويات أعلى خلال تعاملات هذا الأسبوع، قد تصل إلى فوق 1809 دولار للأونصة، مرجحا أكثر الاتجاه العام الصاعد على الذهب الذي قد يعود بنا مرة أخرى نحو مصاف 1860 1870 دولار للأونصة. هذا ما يمكن أن نشهده خلال تعاملات هذا الشهر يعني أغسطس. أعتقد هذا هو الأكثر ترجيحا بالنسبة للذهب، وبالنسبة لبيانات التضخم الذي أعتقد أنه سوف يبقى مقلق للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بشكل عام. رائد، دعنا ننتقل إلى أسواق الطاقة،
وإلى النفط تحديدا والذي شهد بعض الارتفاعات في بداية الأسبوع، لكنه يتعرض للضغط الآن أيضا بشكل أو بآخر في ظل حالة من القتامة في مشهد الاقتصاد العالمي وإمكانية توجهه نحو التحسن، هذا يضغط على النفط. حدثنا عن مساراته في المرحلة المقبلة. يعني أنا أقول أن الركود هو يعني تحقق بشكل أو بآخر سواء في الاقتصاد البريطاني أو حتى بالاقتصاد الأمريكي، ولكن عنفوان البيانات الإيجابية الذي جاءت بسوق العمل يغطي بعض الشيء، ولكن نحن شفنا الجي دي بي عم يتراجع بشكل واضح، الانكماش موجود، الركود موجود في عديد من الاقتصادات وعلى رأسها الاقتصاد الصيني كذلك الأمر أو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. بالتالي يعني نحن عم نشهد أنه تماشيا مع هذا السيناريو بدأت تتراجع أسعار النفط الذي كان يحفزها بشكل كبير جدا الطلب ونمو الطلب وأفاق النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي إجمالا، لكن شبح الركود بنتيجة مستويات التضخم، بنتيجة الضغوط الأخيرة من التوترات الجيوسياسية التي شهدتها الاقتصادات، أعتقد أضعف الطلب بشكل كبير وتوقعاته وضغط على أسعار النفط، ويحقق ما تم يعني التصريح عنه من أوبك بلس بأنه الكاريدور أو الممر الذي ستتحرك فيه أسعار النفط هو ما بين 80 إلى 70 دولار للبرميل، وأعتقد هذا بالنسبة لدبليو تي آي يتم تحقيقه ممكن خلال تعاملات هذا الأسبوع إلى الأسبوع القادم، ويتم تحقيق التوازن السعري عند تلك المستويات. نشكرك رائد خضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دبي.